محامون. محامون كان حوار اولا اللي رعته فرق برلمانيه على مستوى مجلس النواب وكان بحضور الحكومه، ثم بعد ذلك في مستوى ثاني كان حوارا اخرا اللي تراسه السيد رئيس الحكومه مع النقابات مع الهيئات ومع الجمعيه الوطنيه للمحامين. هاد يعني التوصيات ولهاد المخرجات ديال هاد النقاشين اليوم سوف يتم تفعيلهم على مستوى قانون الماليه في قراءه التي تجري الان على مستوى مجلس المستشارين. الحكومه ما عمرها ما سدت الباب، الحكومه دائما كانت تستجيب للحوار والجلوس على طاوله الحوار، لكن اعتقد بانه ما تم تقديمه الى حد الان هو مهم جدا، يجب تثمينه وترصيده. والحكومه خلات واحد الاليه واحده اخرى هي اليه اللجان المشتركه التي سوف تكمل العمل، ولكن امور تحتاج الى تدقيق او الى يعني مزيد من النقاش، فالحكومه راه منفتحه في هذا المجال.